والله معاناه هذا الطريق يعني ما تسولف حقيقه. ليش يا شباب ليش؟ لا مطرت الدنيا ثلاث ايام اربع ايام يبقون بلا دوام يبقون بالبيوت قاعدين، لا سياره توصل لا طالب يقدر يطلع، تدريس ماكو، ويا قدامك تشوفه الطريق هذا يعني وش قد عينه على سبويس وهاي وردنا من عندهم فما سوونا وهاي ما سوونا وهاي داعينا وما سوونا شيء. اي طريق اي طلبنا سبويس من الطريق ما سوونا دوار البلديه طريق طريق يعني ماساه طين طين فجمر على حيله. إيه. طلاب ما تقدر تطلع ما تقدر تداوم هذا نهائيا. اي هي هاي وانا اتمنى من دوار البلديه تساعدنا وتسوي لنا الطريق هذا. يلا عبروا. طبعا معاناة الطلاب ايام المطر هي معاناة مزرية، اذا طلعوا داوموا، واذا ما قعدوا ثلاث ايام ويومين بالبيت لحد ما يكمل الطريق وينشف ويجون، اذا اجوا ايام المطر خطية يتبهذلون، الملابس اطيان، وضعيتهم اطيان خطية، مدير المدرسة خاصة بهذه المدرسة مع المعاون مع المدرسين سياراتهم تبقى بعيدة عن المدرسة وخطية تكرمون ينزعون حتى احذيتهم ويجون حفاي واصلا يتبهذلون بالطين. اريد البلدية فتعاوننا سوي لنا طريق لان احنا لو مطرت ما حد يقدر يداوم، فاريد البلدية سوي لنا طريق حتى نقدر نداوم. ترجعون ملابسكم كلها طين؟ نرجع ملابسنا كلها طين. تذبون الاحذية وتمشون حفاية شلون؟ شلون تجون للمدرسة؟ ننزع الاحذية ونجيبها بيدنا ونغسل بالمدرسة. كل يوم ما نروح للمدرسة نتدمر ونرجع للبيت ما نقدر نمشي بالطين. ما ترجعين بعد للدوام؟ ايه ما نرجع نروح طين. ما اطلع من نادي للمدرسة اتدمر طين. وارد للبيت ما اقدر اروح للمدرسة. ودور ارجع للبيت وقاعد بالطين جاي نص الطريق انا اقع بالطين ما اقدر يعني ارد للبيت واجد لهنا هذا رايح لازم بالطين ما نقدر نجي حتى نظل اسبوع قاعدين ما نقدر نداوم من الطين واذا ما داومنا يحاسبنا المعلم يحاسبنا ليش يحاسبنا؟ يعني من الطين ما نقدر نجي ابد ما نقدر نجي كل ما نجي نوصل نص الدرب ونرد حتى اسبوع نقعد ما نقدر نجي المعلمين يحاسبونا احنا كل ما نجي المدرسة ندمر طين واحنا بعيدين او كل ما نجي المدرسة الفراشات ما يرضى هاي خلنا نطوب يقولنا لنا بينا طين بيتون طين وحنا نطفن برا ونجي احنا ما نقدر طين حن برا النوبة يقول لنا النوبة يحاسبونا على الغيابة وبعدين يفصلنا بالاصطفاء وجه هذيك البنيه صارت خلاها وعبرت فيها. احنا قريه الخزاع قريه كردال تشينا هاي القريه منكوبه من كل مسؤولين المحافظه ومجلس محافظه الديوانيه ومجلس محافظه السنيه ونحمل مسؤوليه مدير ناحيه السنيه لا يطلع ولا يبوع هاي القريه وهاي الطلاب متبهذله بالماء والشتاء هذا كله ماكو دراسه فعلا ابد. هذا الشتاء ماكو دراسه، يوم تمطر نظل اربع ايام خمس ايام احنا ما مستنقعات وسخه واذت الاطفال وحتى صارت اصابه عندنا من هذه المرض. والمدرسه نفس المدرسه مضايقه بها طلاب كثيره بالصفوف وتعاني من الرحلات ما توجد صفوف ثانيه، وطلبنا مرتين ثلاثه للمسؤولين اللي يجوا للمنطقه وما حد نفذ لنا هذا الطلب نهائيا. ويوم تمطر الدنيا طلاب تنحرم والمعلمين ينحرمون ويجون حفاية يداومون والطلاب تجي بدون اجناط وبدون احذيه وشفتوها شوف عينكم بالتصوير. والدوام سبع ايام خمس ايام واثناء المطر ماكو دوام لا معلمين ولا طلاب، المعلمين شو يسوون يجون؟ ماكو طلاب تجيهم من المدرسه والمنطقه بعيده. عندنا منطقة بالعراية من هناك تجي من هناك طريقهم يجون لهنا وهذا الطريق شفتوه بعينكم أمام التصوير الماء الموجود يظل سبع أيام صار وراء المطرة هاي المستنقعات موجودة. ماكو يوم تمطر الدنيا تنقط الدنيا لا سيارة تمشي ولا بشر الطالب يمشي وحتى احنا محرومين مريضنا يعالج ونظل هنا أربع أيام خمس أيام نشيل الشيل على الحيوانات ناخذ المريض سيارة ما تدخل علينا. احنا رحنا المطر
وهذا احنا نشتكي فعلا نحمل مسؤوليه مدير الناحيه ومجلس الناحيه السنيه ومجلس محافظه السنيه لان لا يعانون على الناس ولا يسالون على المنطقه ولا يصونا. بالمنطقه مدرسه الشهيد عبد الواحد كردي تعاني طيله الموسم الدراسي من الانواع الجويه خاصه اذا صارت امطار. الطريق يعني المدرسه تبعد عن الشارع العام تقريبا من 500 الى 600 متر، يعني هي المسافه بالنسبه لامكانيات الدوله سهله جدا، بس معاناتنا خلال السنه السابعه التوالي هي نفس المعاناة ونفس التعب، يعني من تصير أمطار من تصير كذا شيء مي انفتح، يعني ما معناته الطلاب يقعدون ويسكتون. احنا ما شاء الله منا عطلنا خير من الله، والدور يجي الطالب فد 10 15 يوم او شهر ما يداوم، يعني ما معناته المنهاج الدراسي انتهى او الطالب ما يقدر ياخذ ثلث او ثلثين من المنهج الدراسي اللي مقرر له. بالاضافه الى استيعابه راح يكون قليل جدا، راح يصير تقطع دراسي ومعلومات ما توصله بصوره صحيحه. يعني بحاله تنقطع الشوارع؟ من اكيد من تمطر او 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 من يصير مي بالشارع كذا ينقطع، يعني اربع خمس ايام سته احنا ما نوصل، طلابنا ما يوصل المدرسه، وهذا اللي تشوفوه قدامكم. يعني الحال هذا نتيجة الأمطار هو هذا اللي تشوفوه. طبعا ما خلينا باب ما طرقناه حقيقة، يعني أنا أحكي لك يعني رحنا المجلس السنية أو رحنا المدير الناحية رحنا للمحافظة جبنا كتاب رسمي من رئيس مجلس المحافظة لدائرة البلدية وبإثباتات وتصوير، يعني هذا الحكي زين، وحولونا على البلديه وماكو نتيجه. احنا فقط نعيش الاحلام وقت من تصير انتخابات، سواء كانت مجلس محافظه او برلمان. من تصير هذه احنا هنا نغرق بالخير. تخلص الفتره هاي 10 15 يوم 20 يوم انتهت، كل الاحلام مالنا تبددت وراحت، لانه يعني سياره او 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 عربانه سباش ما نشوف. اللي نطلبه انه نوصل هاي معاناتنا للمسؤولين او المجلس المحافظه او للتربيه او البلديه او الطرق، انه يبلطونا او يطمونا هال 600 متر هاي حتى طلابنا توصل المدرسه حتى تاخذ منهاجها الدراسي لا اكثر ولا اقل. هاي الطينه ما نقدر منها نجي منها ننزع حذائنا وجواربنا ونطب بهاي الطينه، ومنا نروح للمدرسه هم هالشكل، منا نرجع هم ننزع حذائنا وجواربنا ونطب بهاي الطينه، وكل يوم احنا نجيب هاي الطينه شوفها، وما نقدر يعني ابد ما نروح للمدرسه، نجي متاخرين يحاسبنا المدير. واذا غبتوا؟ هم يحاسبنا المدير، النهار كله احنا غايبين. وهاي الطين هل تشوفونها احنا نمر منها ننزع جواربنا وحذيتنا ونطب هاي، نرجع للبيت تدمر هدومنا وش اسمه كل يوم هاي. ننزع جواربنا من نمشي للمدرسة وحذيتنا ونمشي ويحاسبنا المدير انه بطين، وهاي من نردها نفس الشكل هم ننزع حذيتنا وتمرضنا وهاي هم نمشي نفس الشكل. يعني ست حكيتنا على المدارس هي يعني الشهر كله يداومون 20 يوم، الحكومه هاي المركزيه كل ساعه تطلع عطله، زين هذا الطالب لم يلحق يعني مثلا يقرا، لم يلحق يكتب اذا هاي العطل كلها، اضافه الى ذلك عندك الشوارع كلها يعني طين ومي، يعني الدوله هاي بس تقدر يعني تعطي عطل، ما يقدر تسوي طريقه ثانيه للشوارع؟ زين ايام الشوارع ايام المطر وايام
طين الشوارع اكثرها سرقه اكثرها طين شلون زين لم تتيبس ما ينطون عطله شلون جهالكم تودوهم يعني قوه نوديهم اي يعني مثلا لو ناخذ مسار نوديهم مثلا بالستوتات زين شارع كله طين يعني هاي دول يعني ما تقدر تسوي هاي الشوارع مكان ما تطلع عطله خلي يسوون الشوارع زين هو طالب نفسه يلحق بعد بالنسبة محافظة الديوانية منكوبة من دون المحافظات كلها من دون المحافظات منكوبة لا من مجاري لا من تبليط لا من شارع لا من مدارس أولادنا تروح بالطين للمدارس يعني ليش ما عندهم ضمير المحافظة ما عنده ضمير علينا وإحنا هاي الديوانية أم الخير ناس طيبة ديوان وهاي ليش تجيبينا يعني خلصنا من ذاك الطابور صدام جونا ذول ضباط ما يصير يعني دون محافظات والمحافظات كلها خدمات كلها مرتاحة بس الديوانية ماكو يعني هسه العسكري لا كهرباء لا ماي لا يعني ما يصير يا أخي واحنا نطلب من ذولا هسه قاعدين على الكراسي يشوفون المحافظة المسكينة هل الناس يعني التجاوز الماء طبليها للطين هاي المدارس للطين لا من صفوف لا من دراسات صحيحة مدارس ماكو كذي كلها تعليم ماكو عطل 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 لا متاهيش يعني لا الله يرضى بيها ولا محمد واليوم مولد الرسول هذا النبي الأنبياء لازم يصير خيره العالم يصير طيبه وتخاف الله ليش؟ عجل يوم حال طلابكم شلون وضعيتكم؟ مو زين والله مو زين احنا هسه العسكر اخذك مدارسنا حافرين مجاري وكلها طين طاق قعدنا هاي العسكر مالتنا 60 ولا تدريس ولا تعليم واشتري كتب واشتري ماشي عندنا ما يصير هاي الايام شلون تودون اطفالكم للمدارس؟ ما وديناهم اليوم ما راحوا حرام انا رجال عندي ستوته اخذهم بالستوته مرات توصلهم للباب المدرسه من الطين ما يمشون ليش انت المحافظ انت النواب ذولا عندنا طبعا معاناتنا كآلية الديوانية بشكل عام معاناة غير مستمرة على مدى الأزمان من حيث ولادة العصر الذي أتى بعد الأمريكان وحد الآن الشوارع مزيفة الشوارع كلها عبارة عن أشياء وهمية مجرد أنه يقنع المواطن بأشياء ترابية وأشياء غير 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 لم يجعلها ولم يعمل بها أي شخص من 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 باقي البلدان الأخرى في هذا الحال نرى أنه تعب المواطن الديواني تعب بشكل غير طبيعي تعب من معاناة على مدى المدارس معاناة على أنه أنت طالب متخرج وصار لك فترة طويلة بدون تعيين يعني أشياء أدت إلى أنه انحراف كامل في المجتمع وإلى تؤدي إلى تزيفات حقيقية أدت إلى بعض الشباب حتى الأطفال وصل بهم الحال إلى أنه يذهبوا إلى أماكن أخرى وأشياء أخرى بعيدة عن التعليم بعيدة عن القيم والثقافة معاناة مستمرة هنا لم توضع أي خطة لذلك لما نتخاطب وزير لما نتخاطب جهة سياسية معينة لما نتخاطب صاحب مجلس محافظة لم يجد لك الحل مجرد أنه يقول لك أوكي ويقول لك أنا راح ألقي حل ويقول لك مجرد مواد تخديرية لا أكثر بالتالي ترجع الضحية على أنه الشعب راح يتأذى وراح يتدمر وراح يعيش نفس المعاناة اللي هو كان عايشه الطفل الآن حتى لما يدخل المدرسة لا بها رحلات لا بها صبورات لا بها مدرسين على مستوى عالي من التعليم التعليم يحتاج إلى بنية يحتاج إلى هذا إنسان راح يربي لك جيل الدول العظمى بنيت من المدارس بنيت من التعليم كان الأساس إلى هذا فلهذا هنالك مشاكل كثيرة لابد أن يحلها بتغيير حكومات وحكومات أكثر مما هي موجودة الآن نتمنى من الله في قادم الأيام أنه يكون أحد هذه الحكام أنه يكون على قدر المسؤولية قدر الإحساس ولو هي صارت من المستحيلات إلا نروح إلى الدولة عظمى نأجر لنا فد رئيس وزراء يحكم البلد الآن صار 15 سنة ولا مدرسة بنت وأصلا هي المدارس الموجودة آيلة للسقوط وهسه بهاي سبب الجو والأمطار ولحد الآن لا ترميم بالمدارس لا معتنين بالطلبة
وللاسف هسه اكو اقضيه ونواحي تبعد مدارس عن الطلبه وهم ابتدائيه اكثر من 20 كيلو، يعني الطالب يتعنى 20 كيلو بهاي الامطار وهاي الفيضانات على مود يوصل للمدرسه. وناشد الجهات المسؤوله وخاصه بالديوانيه، يعني الديوانيه بنى تحتيه صفر، وخاصه المدارس يعني للاسف هسه اكو مدارس ثلاث شفتات تداوم صباحي وظهري ومسائي وما قاعد تلحق، يعني الطالب وين يفتهم؟ وكل شعبه وكل قاعه اكثر من 60 طالب واكو قاعدين بالقاع. وللاسف هسه الخريجين هي الخريجين عددها هوايه، ليش ما تبنون مدارس؟ ليش ما ليش هاي الشباب باقيه هي يعني والبطاله، يعني بطاله مقنعه كل شوية بالبلد صارت بهذا السبب خاصه بالخريجين. نتمنى بهاي الموازنات هسه الانفلاقيه يصير حل هاي المشاكل وخاصه الشبابيه، من تحل المدارس راح تنحل مشكله الطلبه ومشكله الخريجين. ناشد السيد رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، ناشد السيد الوزير، ناشد محافظ الديوانيه، يعني الديوانيه جاي تعاني من انهيار حقيقه بالمباني التعليميه، تعليم صفر، يعني طرق ماكو موجوده للطالب يوصل المدينته او العفو المدرسته. احنا ناشد كل المسؤولين المعنيين سواء كان بالمركز او المحافظه، يعني احنا عندنا طلابنا يعني التعليم انهار، التعليم انهار بسبب شنو؟ بسبب هسه الامطار قاعد، يعني الحل الوحيد يطون عطله، العطله ما تفيد الطالب، بالعكس هي السنه يعني 90 يوم، يعني 90 يوم الطالب جاي يدرس، هسه اليوم هاي جاي امطار احنا خلينا نقول خير، بس الخير شنو جاي؟ يضر الطالب، يضر التلميذ، يعني هو لا بالاول ابتدائي ويمشي له مسافة كيلو كيلو وين طين وكيلو، يعني وهذا الأمطار وهاي الجو، يعني تعبان، خدمات ماكو، يعني حتى سبويس أبسط شيء الخدمات اللي للطالب، يعني مو بس تعطلت، يعني المدارس تعطلت، ويعني عندنا أطفال جاي تتعرض لحوادث، حتى جسر مشات ماكو للطلاب، طلاب التلاميذ. زين احنا عندنا يعني مباني منهاره وتعليم، يعني اليوم التعليم كانت مدينه الديوانيه يعني هي الاولى على محافظات العراق وتحقق يعني اول على العراق بالترتيب التعليمي، اليوم الديوانيه صفر يعني بسبب هاي الخدمات وهاي الاعطال. واليوم اللي اسولف لكم اليوم يوم الاحد هو عطله بسبب الامطار وفيضانات الشوارع والتدريس ماكو، وللاسف يعني حتى الكوادر التعليميه ماكو عندنا قليل، بالاضافه للخريجين اللي بالتربيه بالالاف هم قاعدين وجاي يدرسون للسنه الثانيه مجانا بدون رواتب. طبعا المشكله الازليه والعظمى الكبرى اللي نعيشها هي طلاب المدارس اثناء سقوط الامطار. احنا نعرف انه فصل الشتاء بالعراق ومناطقنا الوسطى والجنوبيه دائما امطار ودائما عواصف ودائما في حاله برد، لذلك هذا يعيق عمل الدراسه، لانه العام الدراسي اصلا هو متكون من 4 اشهر، اذا نخلص من عده شهر بس عطال، اذا هذا اثر على المستوى الدراسي. احنا كطلاب او كطالبين او كاولياء امور الطلبه اللي موجودين حاليا هنا نشوف بانه الطالب ما وصل الى مرحله دراسيه الحقيقيه، يعني الفكره او الماده ما جاي ياخذها ويستوعبها بصوره صحيحه بسبب الامطار. يعني احنا بنقول انه باكر مطر راسا اعلن الجهات الحكوميه عطله، العطله اثرت وين؟ على سير الدراسه، غيرت الجدول، غيرت الوضع كله اللي هنا، اصبح الطالب في حاله يعني يرثى لها بحيث انه قاعد يتخرج او يذهب الى مكانات انه يعني وصل الى مرحله انه بعد ما يعرف شيء من العلم. هاي المصيبه الكارثه، شوارعنا ايضا الخدمات اثرت على سعر يعني قضيه التعليم، لانه شوارع محفره، طسات ممليه بالاوحال والطين، صعوبه النقل، وكذلك انه اكثر الطلبه الموجود هم المناطق الريفيه اللي تجي للمدينه، لذلك انه المنطقه الريفيه هي اصلا غرقانه بالماء ما بها شوارع، يجي للمدينه هي اللي هي اصبحت ايضا قريه، لانه شوارع محفره، شوارع ما بها خدمات، ماي مقطوع، يعني
يعني مبليه بالنفايات ومبليه بالمياه الراكده، مياه الامطار اللي متجمعه مثل ما اشوف هسه اكثر المدارس اللي موجوده اللي هنا توقف بها الدوام بسبب الامطار. بالنسبة للقضاء عفك خدمات زفت، ماكو خدمات، منتهي الخدمات، انه تطلع اي مطره تصير خفيفه مطره ثقيل، ماكو، طلع من باب البيت ماكو، مدارس منتهي قاعده بالبيوت، دراسه ما عندنا، المسؤول ملتهي بشغله، اللي اقول لك المسؤول عاف المدينه وسافر، ترك المدينه سافر، يعني ما له علاقه بها، وشوف لاخذك المناطق مناطقنا، يعني ما تقدر تمشي بشي ولا بسياره تمشي، يعني محاصرين، ماكو هسه اليوم دوام مدرسة، ما شلون داوموا الناس، يجي ينزع حذاءه بالشارع يروح يبدل ويرجع يطب المدرسة، خدمات ما عندنا منتهية، بلدية ما تلحق، عندهم شعبة المجاري عندهم تنكرين بس، أجروا الناس الإسلام ذول البلدية اليوم أجروا تناكر يسحب الماي مطرة ثاني يوم يرجع الماي نفسه، ما يلحقون ما شنو شو يسوون، ماكو على خدمات ماكو. لا سبويس، حتى شوارع سبويس القلب سبويس خلونا سبويس للشارع تمشي على مود الطلاب تروح دوامك، ما في سبويس، دفن التراب ماكو، نقر تصبيها السيارة الحفرة. وغره هيتي وغره تعال 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 عمي هي حتى رحلاتها بالمدارس ماكو، الطلبه جاي تروح بالطين وترجع بالطين، وهاي الوضعيه شوف الساحه مال التمثيل مال الامام الحسين صاعد الماي على الشارع العام، الطلاب وضعيتهم حيل تعبانه، لا رحلات، معلمين قليلين، جاي يطوهم عطله، يعني انت اذا الدنيا تمطر هو معلم ماكو، انت جاي تطيع عطله، ماكو فائده من هذا الحكي كله، يعني حكومه تعبانه حيل، شوارع حيل تعبانه، خدمات ماكو، عمال بلديه ما جاي يجونا لهناك، يعني هنا داير ما داير المحيط مال الولايه، وهاي المدارس جاي تعطل، كل الامور تعبانه من ناحيه الخدمات. نبتدي اولا احنا وين احنا هسه؟ طلاب من ناحيه تال بدير، نداوم وين؟ بعفج، اخوتنا الصغار الله شاهدك ومدرسه عندنا بال بدير، يمشون طلاب ببلم بلم يمشون، يعني ما يمشون يعني مكان ماكو، يعني اصلا مكان ماكو يمشون عليه، الله شاهد بلم ويوصلون للمدرسه. احنا شنو نقول؟ يعني انقرضت التناكر، انقرضت شو اسمه الدنيا الامه العربيه، تنكر اصرف الماي خلصه، تنزل هنا شوارع ماكو، طين، منين تمشي منين تعبر ما تقدر، يعني شلون؟ وفوقها يعطون عطله، احنا جاي امتحانات عندنا، الجدول ما تعرفه، امتحان ما تعرفه ايش وقت، من وراء العطل. زين هسه احنا طلاب. زين هسه احنا طلاب ما نعرف ايش وقت امتحاننا، ايش وقت العطله، ايش وقت الدوام، ما نعرف طلاب، نحن اخواتنا الصغار الله شاهد ما يمشون المدرسه، ما يقدرون منين يعبرون؟ منين؟ منين؟ لا درب لا طريق لا شيء، ايش نسوي؟ يعني الطلاب تسبح وتطب حتى شو زمان تفيد بيهم، تقول بلا بس مو هيك مثل الاقتدار. والله حال الضيم حالم، يعني انا اقول لك بالمأساة، يعني سيارة توصل ما، يعني ايش اقول لك؟ طيب اللي احنا يوصل وياه. زين؟ يعني لما تشتكي لما تقول لا انت مثل خدمك ولا فرشيك ولا اشكال، يعني ايش اقول لك؟ ماكو الا بسيارة بسيارة توصلهم، لو ماكو لا والله يظلون يغيبون حتى يغيبون. ماكو يعني شارع حتى من مطر وطين وسائلتك شو؟ لا لا ها؟ ملابس ما الله كيف تدمر لها تاصل يوم الطين. هذا أصفاننا تهزت وطريق ماكو، إذا ما يشير طريق ماكو فازة لا المعلمين ولا الطلاب. والله يجيني مليص طين، كله طين، متأذين، تبليطات ماكو، مجار ماكو، أهم شيء هي المجاري، يو اكو مجاري مال الصرف مياه الامطار ما صار هاي المشكله كلها. والله متاذين كلش الطلبه، يعني عدان اثنين جالي دامون بالمدرسه متاذين حيل، يعني هواي متاذي، يعني الصوت ما ندري، يعني علما نروح ولما نشتكي ما ندري، يعني كل من يقول انا مو يم هاي الشغله، تنكر واحد بالبلديه كلها،
بلدية قضاء عفتش 6000 مواطن بي، يعني تنكر واحد مال البلدية ومن يردون يسحبون الماء يجيبون واحد يأجرونه. يعني هاي اللي قاعد ياخذونها من السوق، الجباية مال العلوة مال المخضر، يعني نفقات كلش وايد طبل البلدية، وينها؟ ما حد ماكو تنكر، قاعد تنكر كلش ما يدامون، يعني ما يدامون. انتم طلعوا شوفوا يعني بعينكم، صوروا الماي، صوروا يعني اخذكم هاسي ام بيت وشوفوا الماي لوين. انا رحت للمدير البلديه وقلت له اريد ان اسب، قلنا له بس قص لنا الشارع، ما قصى كل شيء ماكو، ما تداوم الطلاب، يوميه عطله يوميه عطله، بس تغيم الدنيا صارت عطله. هاي يعني ايش نحكي؟ صار لنا 15 سنه بس نحكي وماكو فايده. طينين الجهال، يعني تلعب نفسك والله، يعني حتى ودنا نبطلهم، والله العظيم ودنا، هم يردون هاي الناس تريد، يعني نريد نبطلهم من ورا الطين. يعني القضاء كلش متأذي، يعني الناس تدمرت، السيارات غرقت بالشوارع، لحد الآن الماي ما جاف، الطلاب تأذوا، يعني الطلاب يومية عطلة، يومية دوام ماكو، المدارس يعني لو يدخلون للمدارس ما يسمحون نصور، يعني مأساة داخل المدارس، الماي متجمع، يعني لازم يتلاحقونها بالتناكر أو شيء، مأساة والله العظيم مأساة. ها طلاب ما يداومون بسبب الامطار، يعني ما الشوارع مقطوعه، يعني هذا الطفل شلون يعبر، شلون يعبر الشارع، يعني ما يعني بحيرات، والله بحيرات صايره، يعني كانما بحيرات يمنا هناك بحي الوائلي، يعني هسه لو تشوفها يعني الناس محاصره، والله محاصرين ما يقدرون يعبرون، فيضانات والله، يعني بحر صاير، بحر يم المدرسه، بحر يم مدرسه مدينه المدن، شلون تعبر الطلاب، الناس شلون تعبر، يعني تكهرب طفل، إذا تكهرب طفل من المسؤول عنه؟ إذا غرق طفل وقع بالماء، يعني الناشد المحافظ الناشد أي مسؤول أي واحد عنده إنسانية، خلي تلاحق القضاء، يعني الناس تأذت، الطلاب عطرت، كرهت المدارس. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشرف قناتكم الكريمة، رحم الله والديكم، مشكورين ما قصرتوا. باسمي باسم أهالي منطقة أبو شبيب آل الشيبة، أني جاي من مزار سيد أبو عجة، نعاني معاناة من سنة 2003 إلى يومنا هذا، عد خدمة ما عدنا صفر، وأعلننا اليوم شخصيا وأنا مخول من 50 بيت، يعني 50 عائلة، أعلننا بأن هاي المنطقة اليوم أصبحت منطقة منكوبة، الطريق مالنا إذا شوفوه كله هسه يروح يرس السيارات سبويس، من 2003 اليوم ما خدمنا لا مسؤول مركزي ولا مسؤول محلي. إحنا الناشد من خلال قناتكم الموقرة السيد قي مقام والسيد رئيس مجلس البلدي والسيد مدير البلدية المحافظ نائب المحافظ المسؤولين، إلى متى هذه المعاناة؟ أنتم إذا سبيسات ما قادرين تسوون، شاش تسوون؟ بس من تجي الانتخابات تعال يا شيخ فلان وتعال يا سيد فلان وتعال يا علان انتخبني، صعدت على روسك ايش ما سويتوا لنا؟ شنو قدمتوه؟ أطفالنا ما تداوم. أنا اللي أحكي لك هسه وأتمنى من هاي القناة هسه تزور المنطقة البهاني، إذا أبسط شيء باسكل يطلع أنا مسؤول. ستوته ما طور ما عندنا اطفال، ما جاي يداوم اطفالنا، ما جاي يداوم وجبه مال طحينه امس جو يذبوها على الشارع العام، ما يصير هيك، مو صحيح هيك، ما تداوم سبب المطر، طريق ماكو، طريق ماكو، شلون تطلع الاطفال؟ شلون تطلع الاطفال؟ شلون تداوم؟ هاي عندك هسه بالولا، هاي عندك عفش هسه غرقع، كيف القرى؟ تبليط غرقع، كيف القرى؟ الى متى؟ الى متى؟ نظل احنا المسؤولين اللي هم موجودين عندنا محافظة الدوانية وقضاء عفت من عندنا وبينه، ليش هيك هاي المعاناة؟ قصرنا ويا حدا من الانتخابات؟ ما خدمناهم؟ ها
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لدوام المدارس اثناء الامطار يعني من الصعوبه، لانه اول شيء الطرق، اثنين احنا اكو سبب رئيسي يعني هو التربيه تاخذ، لان اكو اكثر مدارس والمباني قديمه يعني عائله للسقوط يعني حفاظا على سلامه الطلاب. بس هو هذا مو يعني انه مثل حالة او فد شيء، يعني لازم احنا المفروض على البنى التحتيه اللي موجوده بالبلد على الشوارع عطين، ما تقدر يعني انت مو مدارس الريف اللي ما توصل بالمدارس المدينه اللي ما يصير يعني شوف الماء يوصل لحد شو اسمه يعني فوق يعني الطالب يمشي بالماء هناك ودار ما دايرها ماء، فهاي يعني راد لها تكاتف جهود ويعني المشكله يعني مشكله يعني. بس ابسط شيء انه التربيه تخاف من المباني القديمه المدارس، يعني على السقوط تصير كارثه هاي. مدارس بالايام الاحتياديه ولا بالامطار؟ لا بالامطار ماكو، يعني اغلب الامطار يعني احنا قاعدين، صحيح انا اقول لك ياثر على مستوى الطلاب وياثر، بس اكو مرات هم سلامه الطالب، سلامه الطالب من حيث الطريق، الطريق اول شيء الطرق، اثنين قلت لك المدارس، المباني يعني قديمه، فدائما يعني تكون سبب في تدني مستوى الطلاب. المسؤول طبعا الدوله، الحكومه، من المسؤول؟ مسؤول مجلس محافظه، مسؤول مجلس قضاء، مسؤول وزاره التربيه. والثانية بعد هاي المشاريع اللي صرف عليها الملايين، هاي المشاريع المدارس القديمة اللي كانت بال 2012 2000 راحت، ما تعرف وين السبب، يعني مقاولة توصل هسه احنا عندنا معاناة مدرسة خديجة يمكن لمسات بسيطة وترجع يخلصونها من الدوام المشترك، صار 4 سنوات على شغلات أبسط مما يكون. من يعني هو قبل يعني احكي لك الصراحة، أنت هسه ما تعرف وين من تحكي، يعني مشكلتك هسه من تطرحها ما تعرف، يعني تريد كمسؤول تحكي وياه ماكو. شوفك مو اليوم بعد اسبوع؟ لا لا باكر جوز بالنسبة للمعاناة الأطفال، احنا بيتنا يم السيطرة مالت العبود، صار له تقريبا 5 أو 6 أيام غايبين، ماكو يعني لا طريق نمشي، لا سيارة، لا بشر، لا يعني حتى طريق إنما نمشي، تمشي وياي وتشوف والله العظيم. يعني احنا جاي نشيل ما الصبح شيلتهم على متن من بيتي الى الشارع العام يم السيطره يلا وصلناهم، نطالب ماكو لا مسؤول يحاكيك لا اي شخص منا بالنسبه للقضاء ماكو لا واحد ماكو شيء الله شاهد، يعني حتى معاناه الماي عندنا نهائيا، لا كهرباء بالنسبه للطريق ماكو طريق نهائيا ماكو، مطر صارت ترابي، نطالب احنا على السبس ماكو، يعني هسه لا نقدر نطب لا مريض يطلع لا شو اسمه لا اي، حتى الطفل ماكو نهائي، الاطفال بالمدرسه الزوراء يداومون وبعيده، ونطالب احنا هسه بالنسبه للمدارس هسه موجوده مكاناتها بس ما حد يحاكي يقول لك ماكو، ها مو يمه ها والله ابو الارض يقول لك هيك مدارس ضاله متلكي او ضاله زين، مطر بالمطر نهائيا دوام ماكو، الله شاهد انا عندي ابن واحد بالثالث متوسط ما مشى والثاني بالثالث ابتدائي زين ما نهائيا ما مشوا الله شاهد زين، نطالب بهم ماكو يا مسؤول تيجي يقول لك ماكو زين، طريق ماكو نهائيا طريق ماكو، والله بالنسبه انه ماكو سيارات الناس دابتها على الشارع العام ونعبر مخلينا جدع نعبر علي وتمشون لا تقدر تصور ويانا وتمشي هسه والله العظيم. احنا نعاني طين ومطر، يعني كنا نجيبهم على متوننا يوم، انا وحده من الناس اجيب بناتي على متني، وحده وحده نعبرها، هسه عود زين تطورت العالم وعندها سيارات، السيارات تغرق والفقير ضال يصيح لله، اناشدت راجعت محافظين من ذاك الوقت لحد هسه ما حد يسمع عنا، كل من يبلط شارعه يبلط مكانه المسؤولين. يعتني بالفرع مالته يخافون على سياراتهم، بس هاي الفقرة والمساكين صدق بالله يطبون ناقعين مي، يعني لا مديرة ولا معلمين البنات يحجون مدى حد يستمع لهم، لا هذول هذول نص يجون نص يطبون منقعين، قلت لك بالشتاء يرجفون من البرد، يعني المعن ما تظل تباوع لهم لو تدرسهم حتى يرجعون للبيت. زين احنا هسه بيا عصر يا ابني العالم تطور، بدل هذا البوق والدنيا وهذا اللغوف، يعني ما حد يحن على هالمدرسة هاي. ذاك اليوم وجيت المدرسة الطين يعني ما نقدر نمشي، وقعدنا هنا
حتى من شلنا احنا الطين يعني متروسين بس طين. كله ايه. كله ماما طين ومايات. على يومية نجي ونروح نروح شو اسمه مطينين نجي مطينين كلها هاي من الشوارع. اي كلها طين. كلها متعدنا متعدن حتى صدارنا تطين وحذيتنا كل شيء. تمطر مرات ندام مرات لا. كل يومية تمطر وهذا الرجال خلصنا يحطون كرتونات ويمشون بجهالة وقاعد تمطر وما يسوون الشوارع. كل يومية زخة زخة هذا الرجال حباب ويسوي لنا يحط لنا كرتونات ويساعد بالجهال. عمو هو يحط لنا هذا الرجال يحط لنا كرتونات يترسلنا الطريق يطيحون كوم جهال بالطين ويروحوا يساعدهم يطلعهم. مشينا منا انا واخويا هناك وقعنا تعذبنا طين ودور رحنا سدارينا كلها طين ودور شو اسمه تعذبنا. ايه حتى انا وبنات عمي انا وبنات عمي كل يوميه نطيح بالطياره. من تمطر الدنيا احنا نتعدم طين ومرة المديرة بسطتني رحت لها مطرت الدنيا وتعدم الطين ورجعت لأهلي وتأخرت عن الوقت وجيت المديرة بسطتني كلها طين الشوارع والجهال تتكهرب بالتيل وصير مطر وصيانة. اتعدم من تمطر الدنيا حتى المرض حتى حداتي وصدريتي حتى كولوني المرض لو تتبرس لي الفرات عمو وشوفه حتى المرض الفرات كله طيل هنا المرض. والله من تمطر الدنيا حتى الجهال تمرضوا وانا البارحة اتعدمت بالطيانة ونزعت جواريبي حتى مرة جيت للمدرسة جواريبي متعد ما طين. اي الشوارع كلها طيانة وحتى اختي مريضة هسه وانا البارحة مريضة نايمة بالفراش ومطار. والله العظيم يا اخوي انت تشوف احنا مبسطين هنا على باب الله. يعني تصور مرات الطلاب هنا يقعون بالماي نجي نغسل لهم هنا بالماي وهاي معاناتهم معانات يعني مو اليوم وامس صار هاي سنتين يعني خطيه لهنا تجي امهاتهم توقع بالطين مرات وترجع للبيت تغيب. يعني انت بعد شو احكي لك بعد شو اقول لك؟ يصير ماي يعني شو يصير ماي ننقل بيهم بالستوتات خطيه هاي الستوته نترسم هنا بالستوته ويروحون مرات يوقع خطيه واحد من الستوته بالطين هنا ونغسل له هنا هاي بعد هاي معاناه الطلاب. ما لا تبليط ولا كل شيء هاي هو كان تبليط وفلشوه فلشوه مجاري مسدوده والتبليط منتهي بعد ماكو لا تبليط ولا كل شيء. قد شيء يعني بالحياة الطفل هذا العراقي احنا اهل النفط واهل الخيريات المسؤول بس بايام الانتخابات يا بعد عيني اوصلك وين تريد للبرج ذاك وتريد ولا واحد شفناه من عندكم. هذا سبيس ما عندهم سبيس سبيس ما عندهم بس 7 مليارات دين الغرقه بالماء خب ليش ما جابوهن لنا قلها يبطونا هاي الشوارع الله ما يعرفونه ما يعترفون بالله وهاي الطفل المساكين هاي والله العظيم انا بعض مرات هناك في الزعلوان متعبرهم وعندي مسجل هذا شوف حتى الشرطه غرق هنا هو ودراجه ارتفعت نص الماي يعبر بالجهاله هاي الصغار المساكينه.